السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اخذنا حجم المنشور وبدنا نتذكر شو اخذنا في حجم المنشور، اللي هي اخذنا انه حجم المنشور شو بساوي؟ مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. مساحة القاعدة عبارة، لانه احنا عندنا قلنا منشور ثلاثي قائم، معناته مساحة القاعدة هي منطقة مثلثة، او انا الان بدي اطلع مساحة المثلث اللي هي نصف في طول القاعدة في الارتفاع. ورجعنا أخذنا كمان المساحة الجانبية للمنشور، قلنا المساحة الجانبية هي عبارة عن الجوانب، يعني محيط القاعدة في الارتفاع حواليه. المساحة الجانبية يعني حوالين الايش المنشور، يعني محيط القاعدة في الارتفاع. والمساحة الكلية لازم أطلع مساحة جانبية وأجمعها مع مساحة القاعدتين. مساحة القاعدتين عبارة عن مثلث، لكن نطلع مساحة واحدة واضربها في اثنان. وأخذنا تدريب رقم واحد واثنان وحليناهم مع بعض، وكمان أخذنا في تمارين ومسائل اللي هي السؤال الأول، واليوم إن شاء الله حناخد السؤال رقم اثنان اللي هو بقول لي سؤال اثنان صفحة. الكل معايا على هذه الصفحة اللي حنفتح على صفحة رقم 102. احنا بعدنا في تمارين ومسائل. أيوة عندي منشور ثلاثي حجمه أيوة المنشور ثلاثي حجمه معناته مدام أعطاني حجمه، معناته أول ما يقول لي كلمة حجمه بقول له حجم المنشور. شو بقول له؟ حجم المنشور. ماذا يساوي حجم المنشور؟ يساوي نعم أيوة معايا محيط اللي هو مساحة القاعدة، آسفة، في الارتفاع. مساحة القاعدة ضرب الارتفاع. طيب خلينا نكمل. ايش حكالي؟ حكالي انه انا عندي منشور ثلاثي حجمه وين احط الحجم؟ هاي تحت انا وحكيت لك اهم شيء القانون، وبعدين بتشوفي اللي اعطاك اياه بتحطيه تحت بعضه، اللي هي 28 متر مكعب، اللي هو تكعيب، اللي هو الايش الحجم بالتكعيب. ومساحة قاعدته بدل مساحة القاعدة حاعط له 7 متر مربع. جدي ارتفاعه مش موجود. حكينا احنا عشان نحل اي شيء هيك ولا نخلي العين لحالها، بقسم على نفس الايش، على نفس الايش اللي جنب المجهول، صح، اللي هو 7 متر مربع. هاي بتروح هاي مع هاي، التربيع حيروح مع واحد، مع واحد يضل واحدة، هون تكعيب بتضل واحدة، اللي هي 28 على 7 تساوي اللي هي 4 متر، اللي هي تساوي اللي هي الارتفاع، اللي هي الارتفاع اللي هو طالب مني الارتفاع. المسألة سهلة كثيرة وما بدها أي مشكلة. السؤال الثالث كان صفحة 102 مع بعض، منشور ثلاثي مساحته الجانبية، أعطاني مساحة الجانبية. أول ما قال لي مساحة الجانبية انتبهي، لما يحكي لي شغلة على طول حطي قانونها. أول ما حكى لي مساحة الجانبية بقول له المساحة الجانبية شو بتساوي يا مس؟ شو بتساوي؟ تساوي محيط القاعدة ضرب الارتفاع. المساحة الجانبية شو بتساوي يا مس؟ محيط القاعدة ضرب الارتفاع. طيب الآن بقول لي بدي أشوف إيش قال لي. قال لي يمس أنه منشور ثلاثي مساحته الجانبية يعني 31.5، عند تحت المساحة الجانبية بحط له 31.5، طبعا مساحة سنتيمتر مربع أو تربيع. نعم ارتفاعه تحت الارتفاع اللي هو 4.5 سنتي، صح؟ طيب جدي محيطه، المحيط مش موجود، محيط القاعدة مش موجودة. فنفس الحكي زي ما حكيت، أنا بدي أتخلص من اللي هون بأقسم على 4.5 سنتي، وهون بأقسم على 4.5 سنتي. طيب هون هاي بتروح مع هاي، وواحد وثلاثين الفاصلة هاي بتروح مع هاي الفاصلة، وبيضل عندي 7 سنتي، هاي حتروح مع واحدة من هون 7 سنتي، اللي هي بتساوي محيط القاعدة 7 سنتي
تساوي محيط القاعدة. كمان نفس فكرة اللي هو السؤال الثاني نفسه الثالث، بس هذاك طلب مني ارتفاع، هون طلب مني حيث. وانتبه لما يقول لك حجم بدك تحط حجم، قال لك مساحة جانبية بدك تحط مساحة جانبية، وتحط الأشياء اللي طلبها تحت بعض. زي هيك احنا تقريبا خلصنا في أشياء يعني ما بدي إياها. عادي احنا أخذنا الإشي اللي ممكن احنا نفهمه من نفس الإيش أو نطبقه على الدرس بس. فأنا هيك خلصت حجم المنشور وخلصت مساحته الجانبية والمساحة الكلية. ولازم زي ما حكيت القانون أهم شيء، هو تقريبا معظم الحال قانون، لأنك أنت بدك تحط الأشياء اللي أعطاك إياها واللي طالبها منك. وهيك أنهينا الحمد لله درس حجم المنشور الثلاثي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.